يوم بيكون عمرك مثل عمري أكيد بتحب الإلكترونيات مثلي. وتخيل إذا كنا نحن اللي مبتكرينها بعد. نحن نحب نستخدم أحدث التقنيات لأنها تساعدنا في تحقيق أحلامنا. التواصل مهم جدا بالنسبة لنا لأن وسيلتنا لمساعدة الناس حولنا. صح نسأل أسئلة كثيرة لكن نقدم حلول أكثر. عمرنا هذا هو عمر الأفكار والتعلم والابتكارات. عشان نغير العالم بطريقتنا. مرحبا بكم في الملتقى العلمي العالمي 2013. تعالوا شوفوا ابتكاراتنا من 15 إلى 17 سبتمبر في أبوظبي. ابتكارات ولا أحلى.